نشوف هل ده محمود لبيب ولا مين. هنشوف ادي الكوره وادي ضربه راسيه وهدف، هدف تاني جميل من الكاميروني. الكاميروني ضربه راسيه في الدقيقه 89 مكانها الشباك، حطها على شمال مصطفى مخلوف علشان يعمل مودرن سبورت كامباك وريمونتادا في اقل من كام، في اقل من 10 دقائق، ويقلب النتيجه على النادي الاهلي وعلى الكابتن سامي قمصان بعد تبديلات وتعديلات ودفع بالاوراق الاساسيه. الكابتن طلعت يوسف ادي الركنيه اتلعبت لمستين وضربه راسيه حاططها كانه حاططها بايديه الكاميروني ارنولد ايبا، زي ما سجل في الذهاب يسجل في الاياب ويضع مودرن سبورت في مقدمه هذا اللقاء.